Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. متابعي راديو ام نطل عليكم من جديد اليوم في حصه 5 على 5 ولكن في عدد خاص بهيئه الدفاع بالمحامين اللي نشوفوهم في كل مره في محاكمات معتقلي الراي ومعتقلي الحراك. هذه الحصه كما قلت خاصه بهم وخاصه بكل يعني المواضيع اللي تهم معتقلي الراي هنا في الجزائر. اليوم معي في الاستوديو محامين فتى سادات، الأستاذة فتى سادات، مرحبا بك. شكرا جزيلا زلف لون، شكرا على الدعوة. العفو، مرحبا بك. ومعنا سعد اسماعيل، أهلا بك أستاذ. أهلا، السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. زلف لون لجميع المستمعين والمستمعات راديو. وعليكم السلام، مرحبا بك أستاذ. ومعنا شمس الدين لوراري، أستاذ آخر، مرحبا بك. ميرسي أبو. زلف لون الزول. ومعنا توفيق بالله، مرحبا بك أستاذ. الله يسلمك، مساء الخير الزول في اللون، شكرا على الاستضافة. العفو، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص من 5 على 5. أستاذة فتى سادات، اليوم صباح تم إطلاق سراح 3 نشطاء في مدينة بجاية، نشطاء يعني معروفين في الحراك وما مناضلين يعني حتى قبل الحراك. وقبل هذا الشيء يوم 2 جويلية كذلك تم الإفراج عن كريم طابو، سمير بالعربي، سليمان حميتوس وأميرة بوراوي. كيفاش راكم نتوما كمحامين تبعوا هذه الإفراجات في الآونة الأخيرة؟ نظن قبل ما نتكلم على تقييمنا لهذه الإفراجات اللي نجعلها على كل بين قوسين، يجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، أن التوقيفات غير مبررة تماما. إذن كان يقتضي الأمر أن كل هؤلاء المواطنين الناشطين السياسيين لم يتم اعتقالهم، توقيفهم ومحاكمتهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن بالنسبة للسؤال اللي تفضلتي بتقديمه لنا، أنا نقول بأن إما الأحكام الصادرة من قبل محكمة البويرة التي تتضمن الحكم بالبراءة على 13 ناشط، 13 مواطنين اليوم هذا البراءة، لا الـ منذ يومين. نعم. واليوم 3 اللي كانوا ورانا الحبس كانوا في الإداع منذ أكثر من أسبوعين، وتم الحكم عليهم ب 100,000 دينار غرامة والبراءة في التهم الأخرى. وبالنسبة كذلك للرجل السياسي كريم طابو الذي أفرج عليه يوم 2 جويلية بالعربي سمير، أميرة بوراوي إلى آخره، تجدر الإشارة بأن هذه أحكام ما راهيش أحكام نهائية، لا يدعي أن ننسى هذا الشيء. يعني إنهم في الأحكام بالبراءة والأحكام اللي صدرت اليوم ممكن يكون هناك استئناف في شأنها من قبل النيابة العامة وكيل الجمهورية، وبالنسبة إما لبالعربي سمير، إما لأميرة بوراوي، إما لبومالة فوضل إلى آخره، إنهم في الإفراج المؤقت، يعني الملفات لم تغلق بعد. على هذا الأساس ما يلزمش نعطي نظن يعني أهمية اكثر مما يستحق الامر ذلك. استاذه، كان يعني في كل مره كنا نسمعوا هذا يعني لو كونسيبت، هذا المصطلح تاع افراج مؤقت، ولكن ما كانش رسمي. ولكن في الاونه الاخيره الاساتذه كانوا شرحوا انه في قضيه كريم طابو يعني تمت بصفه رسميه، يعني تم الافراج عنه مؤقتا بصفه رسميه. كيفاش تقيموا كذلك؟ اذا انا نظن النقطه الاولى ان في بدايه الامر عندما اندلعت الثوره، ثوره الابتسامه، وكانت حملة من الاعتقالات، لاحظنا بأن القضاء الجزائري الذي للأسف الشديد يفتقر للاستقلالية الضرورية والمطلوبة، ما عندوش استقلالية من قبل من اتجاه السلطة التنفيذية، كان يلجأ بصفة مفرطة لإجراء الحبس المؤقت في الوقت الذي عنده هو استثنائي. عندما نرجع حتى إلى الدستور الجزائري، هناك مادة خاصة في الدستور تنص صراحة بأن الحبس المؤقت جد استثنائي، وأن القاعدة هو الحرية، يعني القاعدة هي الإفراج، يعني المتهم يكون رهم الإفراج المؤقت إلى غاية الفصل النهائي في ملفه. إذن هنا مادام خدينا مثال المناضل السياسي والقائد السياسي على كل كريم طابو، هنا
المجلس قضاء الجزائر في انتظار الفصل في طلب النقض المرفوع أمام المحكمة العليا، قضى بالإفراج عليه مؤقتا ما لم يكن محبوس لسبب آخر، وهو ما راهوش محبوس لسبب آخر. ولكن تلاحظوا بأن هذا لا يعني بأنه تم تبرئته، لا، ما راناش بصدد حكم قضائي نهائي، العكس، إننا بصدد إجراء حكم قرار صدر من قبل الغرفة الجزائية. تقول الغرفة بأن في انتظار الفصل في الطعن بالنقض في شأن القرار عام حبس النافذ اللي صدر في 24 ظن مارس 2020، في انتظار الفصل في هذا الطعن بالنقض سيفرج عليه مؤقتا. إذن إننا بصدد إجراءات منصوص عليها في القانون، فقط في البداية كان لا يلجأ إليها لأسباب يعني نقدر نفهمها، وسيلة القمع والانتهاك على الحريات والحقوق للمواطنين الجزائريين، لا سيما لخرجوا بكثافة للمطالبات بالتغيير الجذري لهذا النظام. أستاذة فتاة سادات، أستاذ شمس الدين لوراري، يعني في أي إطار تدخل هذه الإفراجات؟ يعني إذا بدينا لها قراءة سواء بوليتيك ولا جوريديك، يعني قراءة سياسية أم قانونية؟ par la grande surprise on se retrouve le 2 janvier vous étiez présente subitement il y a une liberté provisoire. Incarcération suivie d'une liberté provisoire. Le 2 juillet, 02, 2 juillet, le même cas. On se retrouve avec des demandes. Certes, la défense a honoré, a présenté des demandes de liberté provisoire. Il y a eu étude, il y a eu acceptation de la demande. Mais, sous-entendu, on laisse une personne en incarcère, quoi bon d'incarcérer, et décider après de le sortir. Même ce, cette demande de liberté provisoire, je vous informe qu'il y a 86 qui restent en détention arbitraire. Donc, la règle qui m'a Fadl Zamilati a soulevé une règle, la présomption d'innocence. Le principe dans la loi, c'est Karit al-Baraa. Toute personne est innocente. Le parquet a la charge d'accuser et de prouver ses inculpations. Mais on voit que on décide d'incarcérer arbitrairement, on décide de ne pas informer. Heureusement que la défense. Il se pose la question, comment. La défense est toujours, même dans une demande de liberté provisoire, subitement il fixe une heure. Smahouli Kawalis, on le dit. Qu'est-ce qu'il décide? Que cette volonté d'incarcération, après on décide subitement de relâcher, en sachant qu'il y a des gens, prenons l'exemple des gens qui sont sortis après d'avoir enrôlé cette liberté, demande de liberté provisoire, il y a des gens qui étaient incarcérés, jugés. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu suite. Comme le cas, mais mon confrère va vous éclaircir sur ça, vous avez Kadem Zoghir, ordonné une liberté provisoire, et une semaine après, on se rétracte, non, on le condamne, enfin, on ordonne une mise en incarcération. Donc on se pose la question, est-ce que ces ordonnances ont réellement un sens juridique? Je me permets sous réserve de vous dire que ce n'est pas normal. Dans les annales de justice, je n'ai jamais vu, on ordonne une liberté provisoire. Si une semaine après, je décide de juger, malgré, par le cas de cette règle-là, dans les annales de justice, de juger une personne, il maintient son droit d'être assisté par un avocat. Ce droit était bafoué, c'est une atteinte à la défense. Oui. Donc voilà, c'est pour revenir à des ordonnances. S'il y a des choses, les textes, depuis des millénaires, il y a des termes qui changent. À l'époque de mandat dépôt, à l'époque de Napoléon, on utilisait ce terme abusif de mandat dépôt. Mais ils ont changé, le législateur, il a changé ce mot. Mais réellement, si on incarcère des gens, je vois qu'on incarcère des gens, d'une semaine après, est-ce que c'est normal?
On n'est pas obligé d'être un juriste pour apprécier ça. Est-ce que c'est normal de décider et de changer? Bon, c'est vrai, il y a l'esprit contradictoire. Mais dans la justice, il faut motiver. Quand on ordonne une liberté provisoire, d'abord elle soit motivée. Si on décide de changer de position ou le magistrat décide une semaine après de changer et d'incarcérer, il faut motiver d'abord. Donc voilà, ces ordonnances qui existent dans les textes. Non. Mais réellement, quand on lit et on entend que la défense n'était pas présente, n'était pas citée, n'était pas informée, le bonhomme se trouve seul à la barre, premièrement, annuler un contrôle judiciaire. نعم هذا فيما يخص يعني التجاوزات اللي تكون في المحاكمات وراح نوليو لها في هذه النقطة التجاوزات فيما بعد أستاذ توفيق بلالة يعني في 2 جويلية في هذه الأونة كان هناك أيضا عفو رئاسي على بعض معتقلي الرأي وكان الإفراج عن كريم طابو أميرة بوراوي سليمان الحميطوش وسمير بالعربي وشفنا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى في بعض وسائل الإعلام وين يقولوا أن هاد المناضلين مثل كريم طابو بوراوي سمير بالعربي تم إطلاق سراحهم بعد العفو الرئاسي هل هو حقيقة عفو أم هما تم إطلاق سراحهم يعني بإجراء آخر؟ أولا على كل حال لاحظ الجميع مثل ما لاحظت هيئة الدفاع وهذه كانت فرصة لنا احنا باش نوقفوا على التجاوزات الخطيرة في الأخير اكتشفنا أن ليس لدينا جهاز قضائي مستقل وإنما جهاز القضاء كان يعمل بناء على التعليمات لأن التجاوزات والاعتقالات الأخيرة التي طالت المعتقلية الحراك لنقول أنه ذنبهم الوحيد أنهم يحبون الوطن ويريدون التغيير فيما يخص العفو الذي أصدره رئيس السلطة التنفيذية وهو يدخل طبعا عفو رئاسي يدخل ضمن صلاحيات مدام الدستور الحالي يتكلم على صلاحيات إصدار عفو رئاسي العفو الرئاسي عنده شروط لأنه هناك عفو رئاسي خاص وهناك عفو رئاسي عام شامل العفو الرئاسي الخاص يسمح لرئيس الجمهورية يستفيد من العفو الرئاسي الخاص كل من حكم عليه بحكم نهائي فيما يخص طبعا جرائم القانون العام ولكن المشكل الذي يعني فرض نفسه وهو ان معتقلي الحراك لم يكونوا بحاجه ولم يكونوا يعني تحت لم يكونوا تحت رأفه رئيس الجمهوريه لكي يعفو عنهم لا لسبب لانهم غير ابرياء ولم يرتكبوا اي جرم اما فيما يخص بطبيعه الحال المناضل السياسي والمعارض كريم طابو والمناضلة والطبيبة بوراوي أميرة فضلا عن سمير بالعربي وكذا حميطوش الذين استفادوا بالإفراج الإفراج كان بناء بطبيعة الحال على طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع هذا الإفراج يدخل في إطار أحكام المادة 128 ولا لرئيس الجمهورية أي سلطة وأي فضل عن الإفراج عنهم طبعا يبقى الإطار الذي تم الإفراج عنهم أو إفادة الآخرين من العفو الرئاسي يبقى بطبيعة الحال هو أمر سياسي وتريد السلطة الفعلية استغلال هذا الأمر من أجل يعني تنظيم حساباتها السياسية ليس إلا أستاذ أنا كنت نحضر في كل مرة يعني في المحاكمات والقضاة يطلبوا من المحامين ألا يسيسوا يعني المرافعات ولا المحاكمات والآن تقول أنه النظام طلق سراح هاد المعتقلين معتقلي الرأي في إطار سياسي من يعني شكون اللي راهو يسيس في هاد المحاكمات أنتم هيئة الدفاع أم النظام هي أصلا لأنه باش يكون عندنا جهاز قضائي مستقل لابد أن تكون عندنا سلطة شرعية سلطة قانونية سلطة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب في ظل هذه الظروف والأزمة السياسية العميقة التي تشهدها الجزائر بطبيعة الحال في ظل هذه الثورة السلمية الثورة المباركة التي انتفض من خلالها الشعب الجزائري وخرج عن بكرة أبيه يطالب بالتغيير يطالب بدولة القانون لماذا يطالب بدولة القانون؟ معناتها ما كانش قانون معناتها ما كانش عدالة ما كانش جهاز قضائي مستقل احنا ليس هيئة الدفاع هي من سيست القضية أو الملفات الخاصة بمعتقلي الحراك ولكن السلطة نفسها هي التي سيست لأنه لما نرجع للملفات والتهم المتابع بها جل معتقلي الحراك هي فارغة تماما من أي محتوى يتم اعتقال نشطاء الحراك بناء على تعليمات
لا ندري من هو مصدر هذه التعليمات. النيابة بطبيعة الحال تنفذ التعليمات، قاضي الحكم ينفذ التعليمات، والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن طريقة الاعتقال والإيداع وطريقة الإفراج. يعني نلاحظوا من جهة يتم اعتقال النشطاء ويتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، ولكن بقدرة قادر يتم الإفراج عنهم دون سابق إنذار ودون إعلام هيئة الدفاع، وحتى دون توفر الشروط التي تم الإفراج عنهم. إذا كان الإنسان لما اليوم نودعك الحبس المؤقت، القانون واضح، المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية تتكلم على توفر شروط لإيداع المتهم، كيف يمكن بعدها أن يتم إفراج عن ذلك المتهم الذي أودع من قبل من طرف نفس القاضي؟ يعني مثلا على سبيل الذكر الحصر، ملف المناضل السياسي كريم طابو يروح أمام المجلس، الجميع يعرف الطريقة والإجراءات والتجاوزات الخطيرة، تجاوزات أقول أنها تجاوزات خطيرة تبقى وصمة عار في جبين العدالة الجزائرية. يعني التجاوزات التي تم برمجة القضية، إحرمانه من حق الدفاع المكرس دستورا، بالرغم من أن المناضل السياسي كريم طابو قد طالب وتمسك بحقه في الدفاع، رغم كل ذلك تمت إدانته دون محاكمة، تمت إدانته دون محاكمة. بالرغم من ذلك يقوم القاضي رئيس الغرفة الجزائية برفع العقوبة لسنة، بعد ثلاثة أشهر نفس القاضي نفس الغرفة تقوم بالإفراج عنه. هذا شيء غير منطقي، ما نقدروش نتصوروه، ما نقدروش نتقبلوه من الناحية القانونية. نروحوا الأستاذ اسماعيل سعد. أستاذ، في نفس ملف يعني سليمان حميطوش وسمير بالعربي اللي تم إطلاق سراحهم يوم 2 جويلية، كاين زميلنا هنا في غاديو أم خالد درارني اللي ما تمش إطلاق السراح، وشنو هو التفسير ديالكم؟ الشيء شيء غريب وغريب جدا يحدث في ملف كل من سمير بالعربي وسليمان حميطوش وخالد درارني. يعني هؤلاء الثلاثة اعتقلوا يوم 7 من شهر مارس، يقدمون إلى محكمة سيدي محمد، ثم الحجز في النظر كيف نقول الحجز في النظر يزيدوا له 48 واحد أخرين، وبعد ذلك يقدم أمام قاضي التحقيق، يأمر قاضي التحقيق بالإفراج عن خالد ضررني ووضعه تحت نظام الرقابة القضائية، ويأمر بإيداع سمير بالعربي وحميطوش سليمان. وتمر الأيام وتمر الأشهر وهم في السجن المؤقت، يوم 2 جوية تنقلب الحكاية، تنقلب القصة. يعني نذكر طبعا بأن خالد ضررني قاموا بالأمر بإيداعه على مستوى غرفة الاتهام، يوم 2 جوية يقومون بإطلاق سراحه والإفراج عن سمير بالعربي وحميطوش سليمان، والغارد لو جورناليست انديبوندون خالد ضررني. وهذا شيء يعني لم نعد نفهم سبب التصرف القضاء في مثل هذا التصرف. نعم أستاذ، في موضوع آخر كما أكم تقولوا مصباح، هيئة الدفاع، هيئة الدفاع الحراك، هيئة الدفاع، معتقلي الرأي شكون هي هيئة الدفاع؟ هل هو تنظيم يعني تتفاهمتوا خلقتوا تنظيم، أم أنه فقط تجمع لمحامين تجمعوا بصفة عفوية وراكم تعملوا في هذا المجال؟ طيب، هيئة الدفاع معتقلي الحراك، أولا نشير إلى أنها أسست أولا تبنتها منظمة محامي الجزائر في شهر مارس 2019، أين توجد مداولة صادرة عن مجلس المنظمة. هذا المداولة مش كاين مداولة صدرت على المنظمة، يعني منظمة محامي الجزائر العاصمة اتخذت قرار بمرافقة الحراك والدفاع التطوعي المجاني عن معتقلي الحراك السلمي. نعم. هذه المداولة فيما بعد، يعني حوالي بضعة أيام بعدها قام مجلس الاتحاد الوطني للمحامين بتبنيها. أسست هيئة، هي هيئة وطنية للدفاع عن معتقلي الحراك. مداولة مجلس الاتحاد وضعت على رأس هذه الهيئة 5 نقباء، هم على التوالي نقيب منظمة تيزي وزو،
نقيب منظمة تيزي وزو، نقيب منظمة بجايا، نقيب منظمة الجزائر العاصمة، ونقيب منظمة بومرداس، ونقيب منظمة البوليدة. لكن قبل التحدث عن هيئة دفاع معتقلي الحراك الحالية، أود أن أتطرق إلى المنحنى التاريخي لمثل هذه الهيئات التي كانت دائما ترافق نضال المواطن الجزائري. يعني لو نعود تاريخيا في تاريخ الجزائر الحديث، سوف نجد دائما أن المحامين كانوا يرافقون ويدافعون ويقدمون النصائح القانونية والقضائية لكل المناضلين الذين كانوا سواء يدافعون عن حقوقهم المدنية والسياسية، يدافعون عن حقوق الجزائريين، عن استقلال الجزائر في الحركة الوطنية وفي حرب التحرير 54-62، أين شكلت هيئة دفاع من طرف زملاء المحامون الذين توفوا الآن رحمة الله عليهم، من بينهم النقيب السابق لمنظمة الجزائر أرزقي بوزيدة، زملاء يعني لا أريد أن أذكر أسماء لكي لا أبخص حقوق البعض منهم، لكنهم كانوا دائما في تلك الفترات يقدمون رسالة على نبل المحاماة وإخلاصها لنضال المواطن الجزائري من أجل بناء دولة الحق والقانون، أولا من أجل الاستقلال ومن ثم من أجل بناء دولة الحق والقانون والحريات. ثم بعد استقلال الجزائر في سنة 1962 كانت دائما المحاماة تواكب المناضلين خلال سنوات، سواء خلال نهاية سنوات الستينات وسنوات السبعينات، كذلك في سنوات الثمانينات لدى أزمة الربيع الأمازيغي، وفي منتصف سنوات الثمانينات لما قام المناضلين من بينهم ضيور الأستاذ علي يحيى عبد النور لما قاموا بتأسيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقامت السلطات السياسية القمعية الجزائرية اللي هي قمعية دائما باعتقالهم ووضعهم رهن الحبس المؤقت، رهن السجون عفوا، كان المحامون دائما يدافعون عليهم. ثم في خلال سنوات التسعينات أيضا كان مناضلون سياسيون ينتمون إلى تيارات مختلفة، وأكثرهم طبعا كانوا ينتمون إلى التيار الإسلامي، دائما كانت المحاماة الجزائرية ترافقهم وتدافع عنهم تطوعيا مجانيا، وتوصل رسالتهم وترفع صوتهم أمام المحاكم. تفضل. وبعد ذلك في الأزمة الأمازيغية الثانية، الربيع الأمازيغي في 2002، il y avait toujours un collectif d'avocats qui défendait les militants, qui défendait les ayants droit de ceux qui ont été assassinés par les forces de l'ordre, et ainsi de suite. حتى وصلنا إلى le mouvement de 22 février 2019. تأسست هذه الهيئة التي هي هيئة تطوعية ترافق المواطن الجزائري، ترافق المناضل، وتضمن له تطبيق القوانين لتحقيق المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، وهذا ما كان. شكرا أستاذ. أستاذ أفطى، أستاذ يعني كيفاش تنسقوا بينتكم أنتم المحاميين هيئة الدفاع، هيئة الدفاع الحراك، وخاصة أنه نلاحظوا أنه معتقلي الرأي موجودين في مختلف مناطق الوطن، في الجنوب الشرق الغرب، يعني كيفاش راكم ديروا باش تنسقوا وتنظموا؟ أنا نظن قبل ما نتكلم على هذه النقطة الجد التقنية في هذا الحوار النقاش اللي تفضلوا به كل زملاء اللي دخلوا إلى غاية اليوم الآن، أنا عندي ملاحظة. الملاحظة أن كل هذه الملفات أنت تفضلتي بطرح مجموعة من الأسئلة فيما يخص بعض الملفات القضائية وفي بعض المعتقلي الرأي، احنا نسميها معتقلي الرأي ومعتقلي السياسيين. أنا نظن أن كل هذه القضايا التي انفجرت انطلاقا من ثورة الابتسامة 22 فبراير 2019، كل الاعتقالات التوقيفات والمحاكمات عندها طابع سياسي بحث.
على هذا الأساس أن كل ما تم في هذه الملفات لا يمكن أن نفسرها بالنظر إلى الجوانب القانونية والتقنية، بل التفسير يكمن في العناصر ذات الطابع السياسي كذلك. وهنا في هذا الشطر الأول من هذه المداخلة القيمة نظن استخلصنا نقطة، وهذه النقطة تخص طرح مسألة جوهرية جدا بالنسبة لدولة القانون، هل العدالة الجزائرية مستقلة أم لا. وهنا نظن استخلصنا من كل هذه التدخلات أن للأسف الشديد رانا بعيدين كل البعد عن بناء دولة القانون، رانا بعيدين كل البعد على مبدأ الفصل بين السلطات المكرس في الدستور الجزائري، ورانا بعيدين كل البعد عن وجود عدالة مستقلة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية باش نعود إلى نرجع إلى تساؤلك القيم كذلك، أنا نظن الزملاء تفضلوا وقالوا بدل ما نتكلم على التشكيلة الهيئة إلى آخره، أنا نظن أن المحامي، مهمة المحامي وظيفة المحامي أنه يدافع على الحقوق والحريات. يعني من الجوهر هذا النشاط المنوط للمحامي، جوهري الأساسي أنه يحمي المغبون، يحمي المظلوم، يحمي المواطن التي سلبت من حقوقه إلى آخره. على هذا الأساس أنا نظن تساؤل يبقى، سمحي لي العبارة طبعا بين قوسين، غير مجدي. لماذا؟ لأن بصفة أساسية وأصلية أن على المحامي أن يدافع عن حقوق الإنسان، أن يدافع عن الحقوق بصفة تطوعية، لأن الهيئة تقوم بصفة تطوعية. نرجع إلى الجانب التطوعي أو غير التطوعي. قلت أولا باش يفهم المستمعين الكرام ما هي مهمة المحامي، هذه الوظيفة اللي ممكن البعض يفهمها بصفة سيئة، هناك في بعض الحالات تشويه لصورة المحامي وصورة الدفاع، لكن في الأصل ما نقدرش نكون أمام محامي إذا ما لم يكن هذا الأخير متشبع بالحقوق الإنسانية، لي دغوا زومان، سي ان ديفونسور دي دغوا زومان افون تو. الآن باش نرجع إلى سؤالك، في هيئة الدفاع اللي تكلم عليها زميلي المحترم إسماعيل، الأستاذ إسماعيل ساعد، ما نقدرش نقول هناك تأسيس لهيئة بصفة، هو تكلم على تطور، على ظهور هذه الفكرة، ولكن ما راناش بصدد هيئة مؤسسة بصفة تقنية عند النظام الداخلي قانون أساسي إلى آخره. لا، لاحظنا أن ظاهرة الاعتقالات المفرطة وظاهرة اعتقال مواطنين لم يقومون إلا بالتعبير عن رأيهم في تغيير النظام المستبد منذ أكثر من نصف قرن، لاحظنا أن المحامي المتشبع بحقوق الإنسان تطوع ليس فقط في العاصمة، في كل ولايات البلاد هناك محامون متطوعين، في الجزائر، قسنطينة، وهران، في تيزي وزو، بجاية، في غليزان إلى آخره. يعني كل هذا التطوع من أجل إظهار الحقيقة والإنصاف والعدل نجده في كل محامي متشبع بفكرة حقوق الإنسان. لهنا ما نقدرش نتكلم على وجود هيئة وتشكيلة نظامية معروفة في كما قلت في القانون إلى آخره، بل أنا نظن أن الجميع على عين الزملاء المحترمين يقدروا يستندوني في هذا الرأي. يعني هذه وظيفة منوطة لكل محامي، شرط أن يكون متشبع بهذه المسألة، ساغست اون كوز ناسيونال، يعني مسألة وطنية، مسألة تستهدف إلى تكريس دولة القانون، إلى استرجاع السيادة الشعبية، وإلى دخول في جزائر جديدة مبنية على الحق والحريات والديمقراطية. أستاذ لوراري، هل أنتم كثيرون في هذه الهيئة، في هيئة الدفاع اللي راكم يعني فوزاتون انجاجي في هذه القضية كما قالت أستاذة فتا سادات، وراكم دافعوا عن حقوق الإنسان؟ وي دابور لو ميتي دافوكا سي تان ميتي امبارسيال، صادير هناك مبدأ تفق عليه كل الأعراف الدولية، انه استقلاليه المحامي فيزافي دو جوستيسيابل، فيزافي دو لا جوستيس، فيزافي دو بوليتيك، فيزافي دو موند، ستادير يا با ان ستاتو جوريديك اون رياليتي، ما كاش
طابع قانوني او مجلس تاسيسي قانوني سبونتانيمون ان طونك لافوكا في بارتي دو لا سوسيتي لو بوبل اي سورتي لو 22 فيفري ما شاور حتى واحد سي اون فولونتي سبونتاني امبارسيال جو بريسيز بيان سو لو مو امبارسيال لو بوبل il a subi une injustice. Pourquoi il est sorti? Il est sorti pour cette impartialité d'abord de la justice. Mais Mohamed, il dépend de personne. Il est libre de ses pensées, de défendre qui et choisir qui en tant qu'il a décidé. C'est vrai que vous avez posé question, vous êtes précise. Croyez-moi, un peu nombre. Certes, on est sur 45 000 avocats, il y a un peu nombre. 100, 200, mais chaque fois, je vous assure, on ne peut pas limiter quelqu'un ou un adit. Ce qui est sûr, chaque citoyen, chaque village, chaque tribu, le justiciable, ce militant, ce citoyen ordinaire, se retrouve incarcéré arbitrairement, se trouve assisté par un avocat. بصح استاذ كاين الكثير يعني حنا نلاحظوا خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي وشفنا يعني مام دي ميليتون ولا ناس كانوا معتقلين راي من قبل اللي يقولوا انه هيئه الدفاع دفع فقط على المعتقلين في المدن الكبرى فقط وكاين معتقلين ما استفدوش من الدفاع كيفاش ترجعوا لهم هاد الناس مو جو سوي اون بارل دي با دي دير اسمح لي نزيد فقط كاين حتى اللي يقول انه هيئه الدفاع دافع على المعتقلين حسب الايديولوجيه ما جو ديفيري كيكونك جام عندنا مبدا في القانون اسمه مبدا المواجهه مبدا الوجاهيه جو ديفي كيكونك كي دي كو سي جون كي زون ليسي لور فامي دي جون كي سون ايون دي مرادي كرونيك يونا كي سون ازماتيك يونا كي زون des cailloux à force de rester. Al-Hajr, ils ont des pierres dans les reins. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leurs proches, ils ont laissé leur cabinet. Juste une chose, c'est bénévolement. Kimakal Zamilati, elle a bien dit les mots. Ils paraissent qu'ils sont légers, mais défendre, c'est pas pour défendre. Le peuple là, il est sorti. C'est la moindre des choses de l'assister. وهذا هو ما يخلي لو كاركتيرستيك والامتياز تاع الحراك يا با ديديولوجي لي جون اون سورتي اون ا فيو دي جون كي ديفوندر اون سارتان ايديولوجي يونا كي زون اون سارتان بونسي مي بور اون فوا دون ليستوار اسك لو سيستيم ا جوي دي كارت لي كارت دو ليدونتيتي l'identité, la religion, mais cette fois-ci, il y a une maturité. Le peuple est sorti avec une maturité. Quand le rouleau qui fait, comment ça se fait? Ragd, n'est jamais le peuple était endormi. Il choisissait le moment. L'impartialité, pas uniquement, parce que l'avocat fait partie de la société. Il sort, c'est ça l'avantage. Aujourd'hui, avec qui il est le boulanger, demain, il est avec le mécanicien, demain. C'est-à-dire, il est à l'écoute de la société. Donc, s'il prend son cartable, ça nous arrive, Zamili, on connaît presque tous les tribunaux. Hein? Exactement. Hein? Ça nous arrivait à Sidi Mohamed, je m'excuse, on dirait qu'un cimetière. On a assisté à des cimetières, on devait des gens. À 4h du matin, on a vu des gens, des mères, de familles, pleurer. Donc, c'est plus important, on parle de l'État, l'État de droit. C'est indispensable. Il n'y aura pas d'impartialité, de respect du peuple s'il n'y a pas un état de droit. Et cet état de droit n'existera pas s'il y a la justice. C'est pour ça le peuple est sorti pour demander la liberté. Lui, il est libre. Il a osé sortir. Mais quand on se retrouve avec des procès, je m'excuse du terme, je ne vais pas tarder, le murafa'at, kanat murafa'at, siya ou non. Modestement, je parle de ma personne. Quand on plaide devant un dossier, la politique, elle a un art. Elle a ses gens. Elle a un mantak, elle a un majal. Qui dit plaider contre une volonté politique. Moi, je n'utilise pas ce mot-là, je m'excuse. Le politique, il y a un art. C'est une école qui milite. Donc si une décision qui sort comme ça, elle m'a dit, elle a tabac siyasi, la tabac kadaï, je vais dire arbitraire. Une décision arbitraire. Ce qu'on a, nous kerroché, nous l'ayoukil, la majalel, il ikrari biché, il la munadim. Donc c'est
غير محل من الإعراب السياسي. هذه القرارات لا محل من الإعراب السياسي ولا القانوني ولا القضائي. دونك جو تيرمين بور لي سيمون كونفرير. مسألة التطوع جو لو دي با يا يو دي زوبستاكل او يا دي جون كي دي سي فاسيل اون طون با دون لا فاسيليتي او جور اون ا شوازي دو دونطامي سو ميتي لا يا ليسبري كونتراديكتوار يا ليسبري يا دي زوبستاكل اي سيت اوبستاكل كرويمو ني با بار هازار لا سيت فاسيليتي نيكزيست با. Donc à travers cette facilité, qui des gens qui disent oh c'est facile, c'est agréable, le contraire, parler de la non-respect de l'esprit contradictoire que M. Darnarni et tous les journalistes, c'est pas normal. Bon, je suis content, on est tous contents. Il y a des gens qui sont sortis. Donc voilà, l'impartialité, pour terminer, l'avocat ne dépend de personne. Il a choisi, il choisira toujours, selon, mais il faut être humain, comme a dit ma consoeur. On ne peut pas défendre et se déplacer. Ça nous arrive d'être à Béjaïa et se retrouver à Bouira ou se retrouver à Bainen, à Charaga. Donc là, c'est l'amour du pays. Donc pour le récompenser, il y en a qui l'incarcèrent, je m'excuse. Un Aqadi, il n'est pas dans une autre planète. Il se retrouve derrière les barreaux. Il se retrouve incarcéré, privé de cette énergie. شكرا. جمهور الفكرة أستاذ بالله يعني وراه المشكلة في القوانين إذا كان كذلك وشنو هو الحل أنتم على رأيكم وشنو هو الحل اللي تشوفوه أنتم كمحامين فيما يخص كل هذه القضايا قضايا معتقلية الرأي يعني اللي نشوفه في كل مرة رجال القانون يقولوا أنها مواد مطاطة مواد واسعة يعني وراه المشكل في هذا علاش كاين هذه التجاوزات هل هو مشكل قوانين؟ نعم هو على كل حال في حقيقة الأمر عندما تعيش في ظل سلطة استبدادية سلطة قمعية سلطة بوليسية لا يمكن أن تنتظر أن هذه السلطة بطبيعة الحال سوف تحترم القوانين وتحترم الحقوق والحريات. قلنا سبق وأن ذكرنا أن الشعب الجزائري لما خرج في 22 في فبراير خرج لكي يقول لا للفساد، لكي يقول لا للدولة البوليسية، نعم لدولة القانون، نعم لدولة الحقوق والحريات. هذا هو بطبيعة الحال مطلب كل الشعب الجزائري أو غالبية الشعب الجزائري، لأن الحقيقة بادية للعيان، نحن نعيش في ظل سلطة استبدادية. نقول أنه ليس هناك قوانين، هناك قوانين ولكن يغتصبها النظام والسلطة جهارا نهارا. هناك قوانين لا تحترم، هناك قوانين تنص على حقوق. على سبيل المثال دستور 2016 او حتى الدساتير منذ 63 تنص كلها عن الحقوق والحريات. 19 حرية ينص عليها الدستور ولكن لا حرية تحترم حتى في المسودة يعني مسودة الدستور. نعم حتى في مسودة المشكل ليس في المسودة والنصوص ولكن المشكل في وضعية النصوص في وضعية الدستور، لأنه الدستور لما يبقى وثيقة ولا نطبقها ولا نجسدها على أرض الواقع يبقى مجرد نصوص حبست هذا الكتاب، حبست هذا الدفتر، حبست بطبيعة الحال الرفوف. ولكن القانون يجب أن يوضع لكي يطبق، يجب أن يوضع لكي يحترم، يجب أن يوضع لكي يصون الحقوق والحريات. نقول نتكلم على مدام الحصة خاصة بمعتقلي الرأي، نقول أن حرية التعبير لا تحترم إطلاقا. لما نشوف بطبيعة الحال صحفي اللي الدستور يحميه وقانون الصحافة يحميه، نشوف مثلا الصحفي الحر خالد الضرارني اللي راهو يقبع بطبيعة الحال إلى يومنا هذا بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة، لم يرتكب أي جرم، ولكن ورغم ذلك لم يكفي هذا القمع، رغم ذلك يتم تشويه سمعته في البلاطوات ويتم تسميته بشتى النعوت، رغم أن ذلك من الناحية القانونية يعد إفشاء لسرية التحقيق. فضلا عن ذلك هو تشويه للمتهم الذي يعتبر بريء حتى تثبت إدانته. يعني أنا حبيت نوصل فكرة أن في الجزائر للأسف الشديد لا يتعلق الأمر حقيقة فيه نصوص مطاطية يستعملها النظام، خاصة النصوص التي تم متابعة معتقلي الرأي فيما يخص تهم إضعاف معنوية الجيش، المساس بالوحدة الوطنية، هي نصوص مطاطية. ومن الناحية القانونية
هذه النصوص كلها لو جينا في دولة القانون هذه النصوص تعتبر غير دستورية إطلاقا، لسبب بسيط، لأن المشرع الدستوري يشترط أن يكون بطبيعة الحال النص المجرم، يشترط أن يكون نص واضح، نص يحدد العناصر والشروط التي ينبغي أن تتوفر في قيام جريمة ما. هذا الشيء اللي راه منعدم في النصوص المتابعة التي طالت معتقلي الحراك. أستاذ سعد إسماعيل، أستاذ بلالة تكلم على تدخل السلطة التنفيذية يعني في المحاكمات في ملفات معتقلي الرأي، كان مثال خالد راني يعني شاهدنا كلنا. كيفاش أنتم كمحامين راكم تعيشوا هذا التدخل تاع السلطة التنفيذية في هذه الملفات؟ أولا يعني إضافة إلى ما تقدم به زملائي وخاصة ما تقدم به زميلي بلالة توفيق، من غير المعقول أن نتحدث في الجزائر عن استقلالية السلطة القضائية ورئيس السلطة التنفيذية هو في نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لأن كما يعلمه الجميع أن جميع القضاة سواء قضاة حكم أو قضاة نيابة تابعون خاضعون للسلطة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء. هذا يعني لما ننظر إلى الموضوع من الأعلى، رئيس السلطة التنفيذية هو في نفس الوقت رئيس السلطة القضائية. هنا يعني لا يمكن أن نتحدث عن استقلال القضاء ولا يمكن أن نتحدث عن الفصل بين السلطات الذي هو مبدأ أساسي، مبدأ رئيسي في أي دولة تدعي الديمقراطية. لما تتدخل السلطات فيما بينها يحدث القمع، تحدث التجاوزات وتحدث التضييقات، ويرمى بالمناضل السياسي السلمي ويرمى بالذي يطالب بحقوقه المدنية والسياسية، ويرمى الصحفي أو أي مواطن آخر يعبر عن رأيه في سجن باستعمال السلطة، باستعمال الجهاز القضائي الذي لم يصل لحد الآن لأن نطلق عليه اسم السلطة القضائية بما أنه تابع كما أردفنا. لما ننظر إلى الموضوع من ناحية الأساس، احنا تكلمنا على أعلى، على المجلس الأعلى للقضاء، لما ندخل في المنظومة القانونية أو المنظومة الإجرائية التي تسير من خلالها المحاكم، ماذا نجد؟ نجد أن ضابط الشرطة القضائية، ضباط الشرطة القضائية الذين من المفروض يشتغلون تحت إمرة وتحت رئاسة وكيل الجمهورية، لكن حاليا ماذا نرى؟ نرى بأن ضابط الشرطة القضائية أصبح هو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هذا شيء لا يهم، هو من يسير وكيل الجمهورية. لما يصل الملف إلى يد وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة ويريد وضع المتهم أو المشتبه فيه أو المواطن الذي عبارة عن رأيه السياسي، يحيل الملف مباشرة أمام قاضي التحقيق. قاضي التحقيق ما بما يمكن أن نصف قاضي التحقيق؟ قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري هو وكيل جمهورية بلباس قاضي، أعطيت له صفة القاضي لا لشيء إلا لكي يتصرف في حرية الأشخاص. أستاذة فتى صدت الكلمة الأخيرة لك. الأخيرة؟ نعم. أنا نظن بأن هذا النقاش يعني ثري ومهم جدا، يقتضي الأمر الرجوع إليه في يوم لاحق. لما لا؟ أكيد إن شاء الله. فقط النقطة الأخيرة التي أود الفت انتباه الجميع لها، في الحقيقة نقطتين إذا سمحتي. فضلي. النقطة الأولى أن عندما يسجن صحفي يعد ذلك المساس بحرية الصحافة، ليبرتي دو لا بريس، وكي نتكلم على حرية الصحافة نتكلم على حرية الرأي، نتكلم كذلك على حرية التعبير، ونتكلم كذلك على الحق المواطن الجزائري في الإعلام، لو دووا ا لانفورماسيون. إذا عندما يكون المساس
بحرية الصحافة يعد ذلك المساس بحرية وحق المواطن الجزائري في الإعلام، وبالتالي يعد ذلك المساس بالسيادة الوطنية وبالسيادة الشعبية. يعني رانا حرمنا كل الشعب في أن يتلقى المعلومات، في أن يتلقى الإعلام. النقطة الأخرى، أنا نظن راكم تكلمنا من البداية على الإفراج المؤقت، العفو إلى آخره. أنا نظن ولو هذا المتهم أفرج عليه أو استفاد بالبراءة، أنا نظن هذا ما يعنيش كثير، لأن المشكل الأساسي المطروح لابد أن هذا النظام المستبد يقدم إعذارات، إعذار il faut présenter des excuses للشعب الجزائري الذي قمع منذ سنوات ولكن منذ أكثر بالدقة في 22 فبراير إلى غاية يومنا هذا. والمسألة الأساسية المطروحة تخص رد الاعتبار. يعني واحد نظن واحد قعد ولو بعض ساعات في المحافظة الشرطة يعد المساس بحريته وحقه في التنقل. إذن هنا أنا نظن الإشكالية الأساسية المطروحة في المستقبل ليس فقط نتباهى لأن واحد خرج، واحد عطاو له الإفراج، واحد عطاو له وقف التنفيذ إلى آخره، ولكن المسألة لا تنتهي هنا، لابد رد الاعتبار لا غيابيليتاسيون. وأنا ما نظنش نطوي هذا الملف بهذه السهولة إذا ما لم نجد آليات رسمية لرد الاعتبار لكل المواطنين الجزائريين الذي تم زجهم في السجون. شكرا لك سادات، كنت سي فو بيرميتي ان ديرني مو في 30 ثانيه من فضلك استاذ، لحقنا لنهايه الحصه. اون بارل دو اون بارل دو اون بارل دي ليفينمون دو دامبورتي لي 30 ثانيه لي لي الجماجم جماجم. نعم سي بو دونوري دي مارتير، مي اي فو دابور بونسي ا دي تيت بونسونت فيفونت كي سون لا. Et parmi eux, la liberté d'expression, liberté d'opinion, respectant ces têtes, des têtes qui vivent toujours, qui veulent que du bien pour l'Algérie. Je vous remercie. Merci à vous. Et en tant qu'il y a de la presse qui ose en direct, sans censure, je suis rassuré. كي بون كونتينياسيون. يعطيك الصحة، تفضل 30 ثانية. يعني أشكر العمل القيم الذي تقوم به راديو عام والذي تقومين به أنستي الفاضلة ليندا عبو. أأمل أن يكون مستقبلنا نوتر أفونير أفضل من حاضرنا وماضينا، وشكرا. شكرا استاذ سعد اسماعيل. من باب العدل، بما اننا نتكلم على العدل، انا نعطيك 30 ثانيه. نعم ذلك. اذا انا بصفتي عضو هيئه الدفاع، انا افتخر بانتمائي لهذا الوطن الفتي وهذا الشعب الابي الذي يريد غد افضل. نحن سوف نواصل النضال وسوف نواصل الدفاع عن حقوق المظلومين، وسوف نواصل ومطلبنا الوحيد وهو الإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء. شكرا لكم على هذه الاستضافة وشكرا على العمل الجبار الذي تقومون به. العفو، بالتوفيق. تفضلي. أبدا. الفريق التقني راه داير لنا لابريسيون. أنا نقول فقط نقطة أخيرة بأن النضال متواصل إلى غاية تحقيق كل مبتغى الشعب الجزائري وتحرير الجزائر. شكرا استاذ افتى صداد، شكرا اسماعيل سعد، شكرا شمس الدين لوراري، شكرا توفيق، شكرا لك بالله، شكرا لمتابعي راديو ام. كنت مع حصه 5/5 في عدد خاص بهيئه الدفاع ومعتقلي الراي. نذكر ان زميلنا خالد درارني اللي مقدم برنامج لو كافي بريس بوليتيك لو سي بي بي راه متواجد في السجن بسبب فقط عمله الصحفي. ونذكر ايضا انه القناه ديالنا قناه راديو ام وموقع مغرب ميرج وموقع راديو ام راهم تحت الرقابه السياسيه. الحرية لخالد دراني، شكرا على المتابعة وبقوا في المشاهدة. حصة سي بي بي بتقديم إحسان القاضي بعد لحظات. شكرا. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.